توفي صباح اليوم ولي العهد السعودي وزير الدفاع سلطان بن عبد العزيز عن عمر يناهز 86 في أحد مستشفيات نيويورك. وقد أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة ولي العهد الذي كان يعالج في الولايات المتحدة منذ حزيران يونيو الماضي، وكان قد خضع في تموز يوليو لعملية جراحية معقدة. ومن المرجح أن يقرر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز منح ولاية العهد إلى شقيقه نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبالغ من العمر 78 عاما.